أكثر من 5 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة، ومثلها وعود. تركيا لا تسمح باستخدام قواعدها الجوية ضد داعش، بماذا تسمح أنقرة؟ اتهام 26 أردنيا بالإرهاب إثر أعمال شغب أعقبت إغلاق سوق شعبي وسط عمان. ومحافظ البنك المركزي الإيراني يتحدث إلينا حصريا في هذه الجولة. هذه كانت أبرز العناوين لهذه الحلقة. دعونا نقف على أهم وآخر الأخبار حتى الساعة. سقوط مدينة هيت غرب بغداد بالكامل بيد داعش بعد انسحاب القوات العراقية منها. السعودية وأمريكا وجهت 8 ضربات إلى أهداف لداعش في سوريا. تسمية خالد بحاح رئيسا جديدا للحكومة في اليمن، الحوثيون يرحبون. السلطات الجزائرية بصدد تحديد هوية قاتل الرهينة الفرنسي. أسعد الله مساءكم مشاهدي الأفاضل أينما كنتم. انتهى مؤتمر إعادة إعمار غزة وانفض السامر. القاهرة استضافت هذا المؤتمر وسط تعهدات عربية ودولية بالمساهمة بنحو 5.4 مليار دولار، يعني 5 مليارات و400 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع. حكومة الوفاق الفلسطينية فتح وحماس وحدها مخولة بإدارة وإنفاق هذه الأموال والمساعدات التي سيقدمها المانحون، والمشاركون أكدوا مساندتهم للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في القطاع، وشددوا على أن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا إذا فتحت إسرائيل المعابر، ودعوا تل أبيب لإزالة القيود بما يسمح للفلسطينيين بالتجارة بين غزة والدخول إلى أسواق العمل. أتابع ذلك معي من القاهرة الدكتور رياض صيدم، أستاذ علم النفس السياسي بالجامعات الفلسطينية والخبير في الشأن الفلسطيني. دكتور مساء الخير، شكرا لوجودك معنا. إذا انتهى مؤتمر إعادة الإعمار وانفض السامر وبقية الوعود، ما الذي يجعلها وعود حقيقية هذه المرة؟ يعني الحقيقة نحن نراهن على جهتين. أولا نراهن على المجتمع الدولي بالدرجة الأولى أن ينفذ هذه التعهدات ويلزم إسرائيل بعدم عرقلة دخول مواد البناء والمواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بالدرجة الأولى، لأنه بدأت إسرائيل فعليا تهدد بشكل أو بآخر عبر وزير خارجيتها ليبرمان بأنه راح يكون في هناك، أو أن إسرائيل لعبت أساسيا في هذا الموضوع، وبالتالي هذا يعني ينبئ بأنه ستكون هناك بعض المعيقات من الجانب الإسرائيلي. ولكن لتحويل هذه المبالغ التي رصدت من على الورق في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد بالأمس في القاهرة إلى حقيقة واقعة يستفيد منها قطاع غزة وسكانه الذين يعانون معاناة كبيرة في ظل قدوم فصل الشتاء، أولا إلزام إسرائيل بشكل فعلي بالسماح بدخول مواد البناء والمواد الإنسانية والإغاثية اللازمة، ثانيا أن تستلم حكومة الوفاق الوطني المعابر وتستمر في عملية إجراءات توحيد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا استكمال موضوع المصالحة بالدرجة الأخيرة. ولكن الحقيقة في هذا الموضوع أن المؤتمر كان مؤتمرا لإعادة إعمار قطاع غزة كعنوان فرعي، إنما كان هناك اجتهاد أممي ودولي نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لأنه لن تنتهي الأزمة مع الجانب الإسرائيلي، لن تنتهي أزمة الفلسطينيين إطلاقا لا من ناحية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بمعابر مستقلة دون قيود ودون يعني معيقات. يا دكتور
تفضل. صحيح وصلت الفكرة. أنت تعلم أن غزة تعرضت لهذا الهجوم الكاسح من إسرائيل، دمرت مبانيها، قتلت الآلاف من الأشخاص. لا نريد أن نتحدث عن حسابات الربح والخسارة، ومؤكد أن الحرب خسارة في كل الأحوال، ولكن يعني ما هو الشيء الذي خرجت به غزة من هذه المعركة؟ الآن إعادة الإعمار، هذه الفلوس ستذهب لما تهدم وبني، ما هي المكاسب التي تحققت على الأرض؟ يعني الحقيقة أولا فيما يتعلق بموضوع 5.4 مليار دولار، نصف هذا المبلغ رصد لإعادة إعمار المباني وما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، والنصف الآخر جزء منه أيضا يتقارب من 1.8 مليار دولار للإغاثة العاجلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل موضوع الحرب. فيما يتعلق في موضوع المكاسب، الحرب فرضت على الجانب الفلسطيني فرضا، وإسرائيل قامت بعمليات التدمير الممنهجة لقطاع غزة، ويعني هناك كثير من الأدلة التي تؤكد هذه يعني هذه المعلومة أو هذه الحقيقة، أن إسرائيل لا زالت تقصف حتى بعض المناطق التي كانت قد قصفتها منذ العام 2000 و2002 و2003، مثال على ذلك مطار غزة الدولي. إسرائيل لا تريد أن يكون للفلسطينيين أي مكان سيادي، أو حتى دائما تريد كي الوعي الوطني الفلسطيني وإزاحة القضية الفلسطينية وتهويدها، وحتى المساهمة في تشريد الآلاف من الشباب الفلسطينيين اللي هم أساسا عماد الاقتصاد الوطني. نعم. وعماد تكوين أي دولة. يعني إذا لاحظنا أن إسرائيل من الناحية الاقتصادية تحاصر قطاع غزة برا وبحرا، وحتى في أثناء عمليات القصف كانت تقصد تدمير البنية الاقتصادية للفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. يعني كما في الضفة الغربية تقوم ببناء السور الفصل العنصري اللي بيسموه السور الواقي، صحيح، تقوم أيضا بغزة بفرض حصار بحري، تقوم بضرب المناطق الزراعية. يعني حتى حظائر تربية الدواجن والعجول والأبقار ضربت وقصت في أثناء الحرب. صحيح. وهذا كان يعني دليل واضح على أنه هناك رغبة إسرائيلية متطرفة لضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني، لضرب مقومات أي شيء فلسطيني قد يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية. جيد، أنا اسمح لي يا دكتور سأعود إليك، ولكن أنتقل عبر الهاتف إلى السيد محسن أبو رمضان، مدير المركز العربي للتنمية من غزة. سيد محسن مساء الخير، ولعلك تتابع مجريات مؤتمر إعادة الإعمار الذي يعقد في القاهرة، وهذا الحضور الدولي الكثيف الذي يدل على الاهتمام بهذه القضية وهذا التبرع السخي إذا تحول إلى واقع بطبيعة الحال وجاء إلى غزة بهذا المبلغ. سؤالي الآن، يعني إلى أي مدى هناك ضمانات لعدم تكرار ما حدث؟ يعني حدث من قبل إعادة وإعمار، وإسرائيل تنسف ما تم بنائه من جديد، يعني وتصبح تهديد، وهي حتى الآن تهديد يلوح في الأفق. لا توجد أي ضمانات، بالعكس توجد آليات للرقابة تشارك بها مع الأسف الأمم المتحدة، تضمن أنه في أي لحظة من اللحظات تستطيع إسرائيل أن تشدد الخناق مرة أخرى على قطاع غزة. هذه الآلية من الرقابة تعني أنه سيتم متابعة والتفتيش والرقابة بالأجهزة الإلكترونية الحديثة على كل كيس أسمنت وكل شحنة حصمة أو حديد تستخدم لمواد البناء تحت ذرائع ومبررات إسرائيلية مختلفة. وبالتالي لا توجد مع الأسف في مؤتمر المانحين أي مطالب تطلب من إسرائيل عدم استئناف العدوان مرة أخرى. هناك مطالب على المستوى السياسي في الخطابات، ولكن لا توجد آليات دولية تضمن عدم تكرار العدوان بأي حال من الأحوال. أما بما يتعلق في المبالغ السخية التي ذكرتها، فعند التمحيص بها نجد أنها ليست سخية. يعني تم التعهد بمبلغ 5.4 مليار دولار، نصفهم تماما سيغطي عجز الموازنة العامة للسلطة. السلطة الفلسطينية مديونة بمبلغ، هناك عجز يعني وديون بمبلغ يتجاوز 4.5 مليار دولار، وبالتالي نصف 5.4 مليار سيتم تغطية جزء من عجز المديونية، ستستمر هذه المديونية وهذا العجز، والنصف الآخر
النصف الآخر أيضا سينفذ عن طريق وكالات التنمية الدولية التابعة للأمم المتحدة، بمعنى أن حصة المؤسسات الوطنية الفلسطينية سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو منظمات العمل الأهلي تكون تكاد تكون معدومة أو ضئيلة أو لا تشكل الحد الأدنى من المبالغ الموعودة، علما بأن التجربة أيضا الفلسطينية بالعلاقة مع الدول المانحة دلت بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك فرق واسع بين المبلغ الموعود وبين المبلغ الذي يجري الالتزام به. فيتم على سبيل المثال الوعد بمبلغ ولكن ما يتم الالتزام به هو النصف أو الربع أو 60% ولكن ليس جميعه من جميع على جميع الأحوال. لذلك هناك علامات استفهام ضخمة حول آلية عمل هذا المؤتمر ومشاريع إمكانية تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. خذ بعين الاعتبار أن هناك مشروطية في هذا التمويل، بمعنى العديد من الكلمات خاصة من توني بلير والأمين العام للأمم المتحدة ومن جون كيري وزير الخارجية الأمريكية اشترطوا أن تتم هذه المسألة بمناخات جديدة عنوانها استئناف المفاوضات بالرعاية الأمريكية، المفاوضات الثنائية، وهو ما لا يريده الرئيس محمود عباس وما لا يريده الفلسطينيين. يريدوا ترسيم الحدود عن طريق التوجه إلى مجلس الأمن وإنهاء الاحتلال عن طريق آليات تطبيقية تضمن إنهاء الاحتلال وليس استئناف المفاوضات التي جربت لأكثر من 20 عاما بدون نتيجة. نعم، يعني هذا يعني بأن إسرائيل بعد كل هذا الدمار أيضا تفرض شروطها بشكل أو بآخر في إعادة الإعمار. أنا أشكرك السيد محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتنمية على هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي في القاهرة دكتور رياض صيدم، ونحن نتحدث دكتور رياض عن هذا المؤتمر وتداعياته، وكما استمعت قبل قليل بأن هناك اشتراطات أيضا من هذه الدول الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية أو الأمين العام حتى الأمم المتحدة أو توني بلير، كلهم يتحدثوا عن القبول بواقع جديد في المنطقة وعملية سلام بالرعاية الأمريكية تتناقض ربما والمفاهيم الفلسطينية. إلى أي مدى سيعيق ذلك إذا حدث خلاف انسياب هذه المنحة؟ يعني هذا صحيح أن هناك كثير من الكلمات تضمنت شروط معينة، لكن يعني ما يدفعنا إلى التفاؤل أن أغلب هذه المنحة هي من أموال عربية بالدرجة الأولى، يعني بالدرجة الأساسية هي أموال عربية غير مشروطة. ولكن كون هذا المؤتمر هو مؤتمرا دوليا وتحدث فيه عن بعض الشروط، لكن لن يكون مالا سياسيا يفرض فيه العالم على الفلسطينيين الذهاب إلى مسار سياسي معين، وإنما كان هناك يعني اعتراف حقيقي في هذا المؤتمر بدولة فلسطين بشكل ضمني، وعلى العالم أن يدرك أن القضية الفلسطينية يعني لم تعد تحتمل التأجيل إلى أكثر من ذلك أو إعادة محاولة إدارة الصراع العربي الإسرائيلي. لم يعد مقبولا لإدارة هذا الصراع لا عبر أموال مشروطة ولا عبر أيضا ضغوطات سياسية مختلفة، لأنه من التفاوض مر أكثر من 20 عاما ولازالت إسرائيل تماطل مماطلة شديدة وحقيقية وتتذرع بذرائع مختلفة نحو إقامة الدولة الوطنية الفلسطينية للفلسطينيين في الحد الأدنى ألا وهو 23% من الأراضي التاريخية للفلسطين، الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وبالتالي يعني على العالم أن يلزم إسرائيل، على العالم أن يتجه نحو إلزام إسرائيل فعليا. والسيد الرئيس محمود عباس طرح بشكل واضح يعني خطة زمنية لا تتجاوز من 2 إلى 3 سنوات ستكون ضمن أو عبر المؤسسات الدولية. يعني نحن كفلسطينيين نطالب العالم كله أن يحترم القرارات الأممية، القرارات السابقة التي تعطي الفلسطينيين جزء من حقوقهم بإقامة دولتهم الفلسطينية على جزء من أراضيهم. وبالتالي يعني لم يعد مقبولا في موضوع الإعمار، هذا الإعمار يعني أصبح واجبا أخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا على العالم اتجاه القضية الفلسطينية، لأنه يجب ألا ننسى ولا لحظة من اللحظات بكل يعني التفاصيل أن القضية الفلسطينية هي قضية قانونية وقضية أخلاقية وقضية دولية، وهو آخر احتلال بقي على هذه الأرض الاحتلال الإسرائيلي. يعني بريطانيا اليوم تعيد حساباتها نحو القضية الفلسطينية التي أعطت وهي لا تملك الأراضي الفلسطينية لمن لا يستحق في إقامة الدولة الفلسطينية ضمن وعد بلفور. اليوم بعد كل هذه السنوات
تراجع حساباتها في موضوع الاعتراف بدولة فلسطين، و يعني تحاول أن تناقش قرارا يشبه قرار وعد بلفور. لكن على العالم أن يدرك، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أن مفتاح السلم والحرب والاستقرار الاقتصادي في المنطقة هو بحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود حزيران. صحيح فلسطين. نعم، ولعلي أتفق معك دكتور، والكل يعرف بأن هذه القضية ما لم تحل حل جذري ستصبح كل هذه مسكنات ومهدئات يمكن أن يتغير حالها في أي لحظة. دعنا نعيش في الواقع، والآن خصصت هذه المبالغ لإعمار غزة، وأنت تعلم أن الكثير الآلاف من الأسر في غزة هدمت منازلهم، وحوالي نصف المليون الآن هم في العراء إلى ما ذلك. يعني ما هي الآلية التي تضمن وصول هذه المبالغ مباشرة لهؤلاء المتضررين وفق فترة زمنية حتى هي محددة، حتى يستطيع هؤلاء الناس أن يشعروا بأن هذه المبالغ قادمة إليهم بعيدا عن أي التفاف من أي شكل؟ يعني قبل قليل ضيفي تحدث عن أن هناك عجز في السلطة الفلسطينية، من الممكن مباشرة أن يسحب مليار أو مليارين من هذه الأموال لسد العجز إلى ما ذلك. هو الحقيقة في يعني كان المانحين واضحين بالأمس في المؤتمر في موضوع تحديد المبالغ المطروحة للإعمار وللإغاثة العاجلة، الإغاثة الإنسانية العاجلة اللي تتعلق بالمياه والكهرباء والأشياء الأساسية لإعادة الحياة إلى قطاع غزة ولو بشكل جزئي، والجزء المتعلق في موضوع التنمية وتسديد بعض الالتزامات المطلوبة من السلطة الوطنية الفلسطينية. فنصف هذا المبلغ سيذهب إلى إعمار المباني والمساكن التي هدمت بشكل كامل وبشكل جزئي والمصانع، وجزء آخر سيذهب إلى إغاثة الزراعة. يعني كناحية اقتصادية غزة تعتمد على الجانب الزراعي أيضا بشكل كبير، وهذا الجانب دمر في الحرب بأكثر من 40-50%. وبالتالي يعني خطة حكومة الوفاق الوطني تقوم على الآتي: على المشاركة الأممية في موضوع إدخال والإشراف على مواد الإعمار حتى تصل بأسرع وقت ممكن وتسحب الذرائع من الكيان الصهيوني من إسرائيل، حتى يعني لا تعيق إدخال هذه المواد من أجل عملية إعمار قطاع غزة تحت إشراف أممي ألا وهي الأونروا أو هيئة الأمم المتحدة. وبالتالي هناك يعني أولا ستبدأ الحكومة في المبلغ المتفق عليه لإزالة الردم، وهذا يحتاج إلى جهد كبير يترافق مع بعض العمليات الإغاثية في موضوع توصيل المياه والكهرباء ودعم المرافق الطبية والمستشفيات كإغاثة عاجلة ومستعجلة. ومن ثم تبدأ في عملية البناء، راح تكون هناك تقسيمات واضحة حول موضوع البيوت التي هدمت، لأنه خلال بعد وقف الحرب تماما بدأت هناك الفرق تحدث عملية إحصائيات واضحة لكل قطاع غزة، لكل البيوت التي تم تدميرها، للمساجد، للمصانع، لكل المرافق بشكل عام. وبالتالي هناك شكل واضح لدى حكومة الوفاق الوطني من أين ستبدأ وإلى أين ستنتهي في قطاع غزة. وعندما قرأنا الخطة الموضوعة من حكومة الوفاق الوطني، الحقيقة على الورق جميلة وجيدة وتستحق التقدير والشكر، ولكن تستحق أيضا أن تلتف حولها كافة القوى السياسية لتضغط من أجل تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، وتحويل هذه المبالغ من مبالغ موجودة ومرصودة على الورق إلى مبالغ فعلا تصل إلى مستحقيها. لأنه لم يعد يحتمل أن يستمر السكان في ظل هذا الوضع المعيب على العالم كله أن يبقى الفلسطيني أو ينتقل للسكن في العراء، أو تبقى عشرات ومئات الأسر مضغوطة في بعض الغرف في مدارس وكالة الغوث الدولية. صحيح. وهذا طبعا أضاف عبء آخر على الطلبة، لأنه أصبح كمان عدد الطلاب في كل صف مدرسي يتجاوز من 50-70 طالب، يعني يتجاوز الحد الطبيعي الغير طبيعي. هو بالأساس كان عندنا مشكلة في المدارس، وبالأساس لدينا مشكلة في المرافق، وبالأساس لدينا مشكلة في المباني، لأنه لم يحدث إعمار بعد حرب 2008-2009 ولم يحدث إعمار بعد حرب 2012. وبالتالي زادت الحرب الأخيرة الأزمات بأضعاف أضعاف الأزمات. الآن نحن بحاجة إلى إعمار لما خلفته ثلاثة حروب وأكثر خلال 7 سنوات،
وبالتالي على الجميع على كل القوى السياسية الفلسطينية بلا استثناء حركتي حماس وفتح وكل الحركات السياسية والجهاد أن تضغط باتجاه إنجاح خطط الحكومة، لأنه هذه الحكومة فقط لديها ثلاث مهام أساسية. المهمة الأولى تتلخص في توحيد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. صحيح. المهمة الثانية تتلخص في إجراء الانتخابات. المهمة الثالثة التي أوكلت إليها بعد تشكيلها إعادة إعمار قطاع غزة. نعم. وأصبحت المهمة الثالثة في تحديد الأولويات هي المهمة الأولى على كل الآن. صحيح. وبالتالي نعم يعني وبالتالي هي مسؤولية وطنية على كل التنظيمات السياسية والقوى والمؤسسات الأهلية، يعني كما تفضل الأخ محسن أبو رمضان، أيضا يجب على المؤسسات الأهلية أن تكون شريكة وموازية للعمل مع الحكومة والوفاق الوطني. نعم. وعلى كل يعني دكتور يجب على كل الفصائل الفلسطينية أن تسمو وترتقي فوق الخلافات في هذا الظرف. نعم. الدقيق من تاريخ هذه الدولة. أنا أشكرك الدكتور رياض صيدم، أستاذ علم النفس السياسي بالجامعة الفلسطينية والخبير في الشأن الفلسطيني، كنت معي من القاهرة. أشكرك جدا. إلى تركيا. الأنباء الليلة منذ البارحة وحتى هذا الصباح حملت الأخبار أن أنقرة سمحت للولايات المتحدة الأمريكية بأن تستخدم قواعدها العسكرية للانطلاق وتنفيذ هجمات ضد داعش. أنقرة سارعت ونفت هذا الموضوع جملة وتفصيلا. الحديث عن السماح بتدريب المقاتلين السوريين في الأراضي التركية حتى يتصدوا لتنظيم داعش، أيضا الهجوم على كوباني وعدم تحرك أنقرة بالشكل المطلوب أغضب الأكراد، ووعدوا بأن يكونوا في حلم التزاماتهم السلمية تجاه الحكومة التركية. والمحللون لا يستطيعوا أن يشخصوا ويحللوا موقف أنقرة تحديدا من داعش، يعني ما هي المحاذير التي تضعها هي في الحزبان، وإلى أي مدى هي جادة وملتزمة بأن تكون ضمن هذا التحالف وتضرب هذا التنظيم. كلها أسئلة أحيانا تبدو حائرة ببعض التصرفات على أرض الواقع. أنا معي من أنقرة السيد دانيال عبد الفتاح، محلل السياسي والخبير في الشأن التركي. أستاذ دانيال مساء الخير وشكرا لوجودك معنا. موقف أنقرة من داعش يشوبه غموض، هل هو كذلك؟ مساء الخير. هو كذلك طبعا، لكنه في الحقيقة واضح. يعني إذا وضعنا كل مواقف تركيا من داعش ومن التنظيمات الجهادية ومن تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في خانة الدراسة، يمكننا الحصول على مباشرة على موقف واضح وصريح لأنقرة، فهي لم تصطدم حتى الآن ولا مرة واحدة بهذا التنظيم. هناك ادعاءات منها بأنها ألقت القبض على بعض من عناصر التنظيم في تركيا، لكن لم نشهد لهم أي صورة أو اسم أو حتى أخبار رسمية صدرت عن تركيا في هذا القبيل. ثالثا، نحن نعلم أن داعش دخلت مثلا الحدود السورية في محافظة اللاذقية في شمال اللاذقية في كسب بدعم ومؤازرة من المخابرات العسكرية التركية. لدينا معلومات وردت على لسان الملحق العسكري البريطاني ريتشارد في أنقرة، وهو الذي أبلغ مجلس العموم البريطاني بأن 200 سيارة مدرعة تتبع لداعش دخلت من مدينة أكشاكال التركية تحت نظارة المخابرات العسكرية التركية أيضا إلى الحدود السورية. لدينا أيضا معلومات معروفة بأن تركيا كان لديها الكثير من الوساطات الإيجابية على الأقل في إطلاق سراح كثير من المحتجزين لدى داعش على كما نعلم يعني الحجاج اللبنانيين وما شابه ذلك من وساطات معروفة. إضافة لكل هذا، نعلم أن داعش احتجزت 49 رهينة في القنصلية التركية، 46 منهم كانوا أتراك،
ولم يمسسهم أي سوء من داعش، وتم إطلاق سراحهم بدون أن يكونوا قد تعرضوا لأي تعذيب أو ما شابه ذلك، إضافة إلى أنهم حصلوا على حريتهم بطريقة مشبوهة. داعش لم تفجر أيضا مقام سليمان شاه، مع أنها تفجر كافة المقامات في المناطق التي تسيطر عليها. يعني إذا وضعنا كل هذه المعطيات نجد أن هناك على الأقل لا يوجد أي عداء معلن بين تركيا وداعش. ونجد أيضا أن تركيا تبدو وكأنها يعني في معبر باب السلامة أو في معبر باب الهوى أو في معبر مرشد بنار، يعني لم تكن تركيا أبدا على خلاف مع داعش. ورأينا دائما أن شركات تركية تشتري النفط المهرب من سوريا ومن العراق في محافظة على كل صحيح نعم. يعني قربت الصورة. أنا أشكر لك السيد دانيال عبد الفتاح المحلل السياسي وكبير المحللين والخبير في الشأن التركي، كنت معي من أنقرة. ومسألة داعش على كل تبدو مسألة محيرة وقاية في التعقيد. إلى الأردن. مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن وجه تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية ل 26 موقوف على خلفية أعمال شغب أعقبت إغلاق سوق شعبي وسط عمان. أصيب 4 أشخاص بجروح، منهم 2 من قوات الأمن حسب إفادات المصادر القضائية اليوم. هذا هو الخبر. ما وراء الخبر نستطلعه عبر الهاتف من عمان الدكتور خالد شنيكات رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية. دكتور خالد مساء الخير وشكرا لوجودك معنا. الخبر عندما يرد بهذا الشكل بأن السلطات الأردنية تحاصر ربما باع جائلين وتحاول أن تفرض النظام، نتوقع رد فعل من الباعة المتجولين، ولكن وجهت تهم كبيرة لهؤلاء تهم الإرهاب. هل هو الجو العام المحتقن في كل المنطقة هو الذي دفع الأردنيين أو الجهات العدلية الأردنية لتوجيه هكذا اتهامات، أم أنهم إرهابيين بالفعل؟ في البداية سعد مساك، فعلا زي ما تحدثت جوهر المشكلة هو باعة جائلين. هذول الباعة لهم مكان معين، عادة يقوموا ببيع منتجاتهم وسلعهم في هذا المكان، واعتادوا على هذا المكان لفترة ليست بالقصيرة. صحيح. كأمانة عمان بدها تنظم الأمور، فأخذت مكان سوق بديل لهم وعطتهم فرصة، لكن يعني طبعا في ظل الأمر واضح بأنه هم بيعتقد أنه هذا المكان مش مناسب لهم، ضيق يعني نظمها. فبالتالي تصنيفها كان هي خلينا نسميه احتجاجات فئوية على وضع معين مطالبة بمصالحهم كذا. لكن بعد ذلك بمقاومة رجال الأمن تغيرت الصورة. مقاومة رجال الأمن يعني هذه عصيان النظام العام أو عصيان النظام العام، عصيان قوات الجيش الشرطة والأمن، هذا يعني حتما الدخول في مواجهة. ورفعت شعارات كنكاية أو مناكسة داعش وغير ذلك تأييد، لكن أنا أعتقد أن الجوهر العام للمشكلة هي مشكلة فئوية بالأساس، مصالح لهؤلاء تضررت بحكم قرار اتخذته أمانة عمان، وهو قرار إداري يعني مو سياسي. صحيح. هذا جوهر المشكلة. قضية الاتهامات تبقى اتهامات ما لم تثبت، وبالتالي لا يمكن الحكم عليها إلا حينما يصدر قرار من المحكمة بأنه فعلا هؤلاء مرتبطين بجهات أو بتنظيمات إرهابية، وهم تتحول القضية. لكن ما دام في إطار الاتهامات فهي تبقى القضية المتهم بريء أن تثبت. ولكن دكتور خالد هل حاولت جهات أخرى استغلال هذا الحدث بهذا الشكل الذي ترويه واستغلاله ربما لتحقيق غايات أخرى؟ هل حدث ذلك؟ طبعا في هناك أطراف معارضة بأحزاب سياسية وغير ذلك أصدرت بيانات، زي حركة الإخوان المسلمين بيانات أدانت
في عملية النقل وقطع أرزاق الناس بهذه الصفة، يعني هذا وارد. لكن لأنه الجو العام كأنه أصبح أما أن تكون مع الدولة أو مع داعش، فيبدو كأنها زي مناكفة من هذا الباب. لكن أعتقد أن السمة العامة للمجتمع الأردني هو سمة الاعتدال، يعني على فترات طويلة بقي المجتمع الأردني محافظة على اعتداله. طبعا في اتجاهات متطرفة لكن محدودة لا يمكن القياس عليها، يعني ما بنقدرش نقول الصفة العامة لهذا المجتمع أنه التطرف والغلو، لا، القضية العامة هي قضية الاعتدال وتبقى تعالج في هذا الإطار. حتى يعني هم كان يمكن يسلكوا طرق القضاء أو غير ذلك احتجاجا على القرار الذي أصدره أمين عمان، وهو قال يعني بالحرف بأنه هذا يهدف لتنظيم سوق عمان وتنظيم الأمور بشكل أكثر، قضاء على الأزمة المرورية، هذا المعلن. وبالتالي يبقى الاحتجاج ضمن الأطر القانونية، لكن استخدام القوة من الطرفين ولد مشكلة، فكأنه رد فعل أكثر. لكن نعتقد أن الجوهر العام تبقى بالاتهامات التي أصدرها لأن يثبتها القضاء، فإذا أثبتها ففعلا هنا تتحول الأمور لقضية إرهابية وترتبط بأدلة وبيانات. وأعتقد القضاء الأردني يعني بهذا المجال له قصر السبق ويتميز للأمانة بالنزاهة. نعم، أنا أشكرك الدكتور خالد شنيكات رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية أن وضحتنا في قلب الحدث، شكرا جزيلا لك. ولازلتم تتابعون هذه الجولة في هذا البرنامج. بعد الفاصل في اليوم في ساعة، محافظ البنك المركزي الإيراني يتحدث إلى سي ام بي سي عربية حصريا. وديعة خليجية لمصر بقيمة 5 مليارات دولار. الاتحاد الأوروبي يقدم منحا للأردن بأكثر من 300 مليون يورو. صندوق النقد يبدأ مشاورات حول التمويل الإسلامي. روسيا والصين توقعان اتفاقات لتخفيف وطأة العقوبات على موسكو. أهلا بكم من جديد. تشهد واشنطن في هذه الأيام اجتماعات وورش عمل لصندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية. الزميلة لبنى البوضة موفدة سي ام بي سي عربية هي هناك ترصد الحدث وتنقل ما يدور فيه، وفي مقابلة خاصة لها مع محافظ البنك المركزي ولي الله سيف أفاد بكثير من الإفادات المهمة، وكانت هذه المقابلة الحصرية نتابع جزء كبير منها. الوضع الاقتصادي في إيران مستقر حاليا، فعندما تولى الرئيس حسن روحاني منصبه كنا نواجه حالة تقلب كبير في الأسواق، فالتضخم كان في حال من الارتفاع وكان قد تجاوز 40%، كما كنا نعاني من مصاعب في القطاع المالي أيضا. ولكن بعد أن تولى الرئيس منصبه شرعنا في عملية لتحقيق الانضباط المالي ونجحنا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. دعنا نتحدث قليلا عن موضوع توقعات الاقتصاد، بالتحديد هنا أتحدث عن معدلات التضخم المرتفعة في إيران. في الوقت الحاضر يقف معدل التضخم عند 20% تقريبا، وتوقعاتنا هي بأنه سيصل إلى حدود 17% بحلول نهاية السنة المالية الإيرانية الحالية، وتحديدا في مارس آذار المقبل. أما بعد عامين فإن التوقعات هي بأن يكون معدل التضخم دون 10%، كما حصل أيضا استقرار في أسواق صرف العملات الأجنبية، حيث أن معدل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال الإيراني قد تراجع خلال الأشهر 12 الماضية بنسبة 7.5%، بل وأكثر من ذلك معدل التذبذب في سعر الصرف تراجع بحدود 60%. في ظل نمو ضعيف، ما هي التوقعات في المرحلة القادمة، وهل تتوقعون أن يكون هناك تحسن في النمو؟
عندما تولى الرئيس حسن روحاني منصبه كنا نحقق معدل نمو سالب، فلثمانية فصول متوالية سجلنا معدل نمو سالب في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لكننا حاليا في أول ربع من السنة المالية الإيرانية الذي نسجل فيه معدل نمو إيجابي وبنسبة 4.6% بعد عامين من النمو السالب. مع معدلات التضخم العالية التي كنت قد ذكرتها، أنتم أيضا تعانون من ركود، كيف يتم التعامل مع هذه المعادلة الصعبة؟ يكمن التعقيد في المسألة في أننا كنا نواجه تضخما وكسادا في الوقت ذاته، فعندما يتعلق الأمر بالتضخم يجب عليك اتباع سياسة اقتصادية متشددة، بينما حل مشكلة التضخم يقتضي سياسة متساهلة، وكان من الضروري علينا أن نتعامل مع هذه التناقضات. ما هو الحل إذن؟ بهمين دليل سياستي كما در بيش كرفتيم، لم يكن بوسعنا اتباع مجموعة من السياسات المتشددة أو المتساهلة، وإنما تعين علينا اتباع مجموعة من السياسات النقدية والمالية المنضبطة من أجل خفض معدل التضخم والخروج من حال الكساد. بما أننا كنا في حال من الكساد، فإن الكثير من قدراتنا ظلت دون استغلال مناسب، وعندما سجلنا معدل نمو بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من السنة المالية الإيرانية لم نتوقع أي نتائج ملموسة على معدل البطالة الذي لا زال يقف عند 10.5%. هذا يعني عمليا أنه بمجرد خروجنا من الكساد فإن القدرات غير المستغلة في الاقتصاد ستستعمل، وهذا سينجم عنه ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي. لنعود قليلا إلى العملة الإيرانية، هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه العملة التي تراجعت بشكل كبير. ما هي الأساليب التي يتبعها البنك المركزي الإيراني للمحافظة على هذه العملة وربما محاولة إعادة أيضا القيمة لها؟ كان الوضع في سوق صرف العملات متقلبا في الوقت الذي تولى فيه الرئيس روحاني منصبه، وكما تعلمون تمكنا من النجاح في توحيد سعر صرف العملة لحوالي 10 سنوات، وكنا قد بدأنا بذلك قبل 12 عاما، ولكن قبل 3 سنوات بدأت الأمور بالتدهور وبدأنا نرى حالات اختلال في السوق، إلى حد أن سعر الصرف في السوق ارتفع أكثر بكثير جدا من سعر الصرف المحدد من البنك المركزي، بحيث وصل إلى 2 أو 2.5 ضعف أكثر من سعر الصرف الرسمي، وقد قررنا إعادة التوازن إلى العرض والطلب في السوق. كيف سيتم فعل ذلك؟ لدينا في الوقت الحاضر سعران للصرف، أحدهما ينطبق على السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، أما السعر الثاني فهو سعر السوق والذي ينطبق على بقية السلع، وقد حاولنا تحقيق التوازن والاستقرار في كلا هذين السوقين. هل لك أن توضح أكثر؟ إن الفرق بين سعري الصرف هذين حاليا يبلغ 20% تقريبا، ويبدو أننا نمضي على المسار الصحيح باتجاه توحيد أسعار الصرف بحيث يكون لدينا سعر صرف معوم ومدار مرة أخرى. مشكلة زيادة نداشته باشي. متى؟ أعطنا وقت لذلك. نحن لسنا مندفعين باتجاه توحيد أسعار صرف العملة حاليا، ونعتقد أن الوقت الصحيح لذلك سيكون عندما تصبح لدينا علاقات مصرفية دولية مناسبة. لنعود إلى موضوع العقوبات على إيران، أين وصلت المحادثات؟ وما الذي قد يحدث للاقتصاد الإيراني إذا ما تم رفع هذه العقوبات؟ السؤال المتعلق بالمفاوضات يوجه إلى الدبلوماسيين، لكن نحن كاقتصاديين نخطط وفقا لمقاربة محافظة، كما أننا نضع توقعاتنا للأرقام الاقتصادية ونعلنها للناس بناء على افتراض تواصل العقوبات الحالية. كيف تصف العلاقة اقتصاديا مع العالم العربي ومن هم شركاؤكم؟ علاقاتنا مع دول المنطقة كانت ممتازة،
وسياسة الحكومة الجديدة تقوم على توسيع العلاقات مع دول الجوار، ولا سيما مع السعودية التي تجمعنا بها عقيدة دينية مشتركة، حيث كان لنا دائما علاقات طيبة معها، وكذلك الحال مع دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الأخرى ودول الجوار، وقد كانت علاقاتنا الاقتصادية معهم ولا زالت جيدة، ونأمل توسيعها مستقبلا. لنتحدث قليلا عن موضوع الأزمة السورية، إيران لها مواقف مع سوريا، هناك الكثير من المساعدات، كيف تصف المساعدات الإيرانية الاقتصادية لسوريا؟ علاقتنا مع سوريا هي علاقة طويلة الأجل، وقد ساعدنا سوريا من خلال تقديم المواد الغذائية. طبعا هناك أبعاد اقتصادية لعلاقتنا مع سوريا، ونأمل أن يعم الهدوء ذلك البلد، لأن هذا الأمر في مصلحة سكانها. ما هي الرسالة التي توجهها الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعالم؟ لدى إيران طاقة كامنة كبيرة، سواء من حيث رأس المال البشري أو الموارد الطبيعية، كما أن لديها قدرة كامنة كبيرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات العائد العالي والمخاطر المتدنية، ونأمل استقطابها بما يعود بالنفع على بلدنا وعلى المنطقة والعالم. إذن كان هذا هو محافظ البنك الإيراني، والتصريحات الاقتصادية الإيرانية مهمة في ظل الوضع الذي يكتنف هذا البلد، عقوبات ونووي إلى ما ذلك. ننتقل اقتصاديا من طهران إلى تونس، وأيضا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد ذكر بأن الصندوق يقدم الدعم المالي حاليا لتونس ليساعد السلطات التونسية في أن تمضي قدما، ليس فقط في العملية الانتقالية السياسية ولكن حتى في الانتقال الاقتصادي. نتابع. بالنسبة إلى تونس، نحن حاليا لا نقدم المشورة فقط، وإنما نزودهم أيضا بالدعم المالي، والغاية من برنامجنا هي مساعدة السلطات التونسية في المضي قدما، ليس فقط بالعملية الانتقالية السياسية التي تصل حاليا إلى مراحلها النهائية عبر الانتخابات التي ستقام في الشهرين المقبلين سواء البرلمانية أو الرئاسية، وإنما نساعدهم أيضا في الانتقال الاقتصادي. فتونس قد وصلت إلى مرحلة يجب أن تنتقل معها من ضمان استقرار الاقتصاد، وهم نجحوا في ذلك، إلى توليد معدلات نمو أعلى وإيجاد وظائف أكثر للشباب. هناك مراجعة حالية لمباحثات فريقنا مع نظرائه التونسيين، وأنا شخصيا كنت في العاصمة تونس قبل شهر فقط لحضور مؤتمر يشجع على الاستثمار في البلاد، وأعتقد أنه شكل فرصة لعرض الإجماع الموجود داخل البلاد فيما يخص مستقبل اقتصادهم والدعم الذي تحظى به تونس من شركائها في أنحاء العالم. ونحن نواصل مراجعة نتائج هذه المشاورات، وآمل أن تقود إلى نتائج جيدة في الأسابيع المقبلة. إذن هذا هو الوضع في تونس من خلال دعم الصندوق لهذا البلد حتى ينتقل سياسيا واقتصاديا. دعونا نتأمل ونتابع كيف أغلقت الأسواق لهذا اليوم. بالأمس رأيناها كلها توشحت بالأحمر دون استثناء، لكن اليوم حدث نوع من الاختلاف والتباين. الزميلة نهى علي معها التفاصيل. وجلسة الاثنين كانت متغيرة، اختلفت كثيرا عن جلسة يوم الأحد، حملت بعض الارتفاعات لبعض الأسواق فيما بقيت بعض الأسواق مثل السوق المصرية في المنطقة الحمراء. بالنسبة للأسواق الإماراتية غيرت من مسارها، عادت مستويات شرائية لا بأس بها على الكثير من الأسهم القيادية، وتمتع سوق دبي بارتفاع قارب النقطتين، وكانت هناك أيضا قيم تداولات فوق المليار ونصف المليار درهم. بالنسبة لسوق أبوظبي الارتفاعات اقتربت من النقطة المئوية. السوق
السوق القطرية أيضا أشارت إلى نوع من الارتفاع كقيم التداولات أقل من النصف مليار ريال. السوق البحرينية كانت التراجعات فيها متواضعة للغاية، لكن السوق الكويتية بكل مؤشراتها لجأت لتراجع. قيم التداولات أيضا حوالي 27 مليون دينار وهي قيم متراجعة. بالنسبة للمؤشرات الأخرى، السوق السعودية استطاعت أن تنتزع أكثر من 230 نقطة في نهاية جلسة التداولات. كل القطاعات أشارت إلى ارتفاعات والمؤشر عاد إلى فوق 10370 نقطة. بقيت السوق المصرية بكل مؤشراتها في المنطقة الحمراء، وكانت هناك تراجعات قاسية على مؤشر 70 بأكثر من 2%، ومؤشر سوق فلسطين التراجع بحدود النصف نقطة مئوية. هذه كانت جولة مختصرة حول أحوال المؤشرات العربية والخليجية في جلسة يوم الاثنين. إلى اللقاء. شكرا نهى علي. وللباحثين عن التقنيات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، ليس لديهم إلا وجهة واحدة. بعد الفاصل، أحدث المنتجات الإلكترونية في جايتكس. أرحب بكم من جديد. الزميل علي فتوح والذي يصحبنا دوما في التكنولوجيا اليوم، اليوم وجد مزرعة من التكنولوجيا وأخذ يصول ويجول ويلف فيها، جايتكس. ليست هناك تظاهر أكبر من جايتكس. عاد لنا بهذا التقرير. هذا البرنامج برعاية SAP. محبي التكنولوجيا، أنا اليوم موجود وسط 3700 شركة عالمية ومحلية كان قد جمعهم معرض جايتكس تحت سقف واحد ليقدموا أحدث ما توصل إليه العلم من ابتكارات وتقنيات حديثة. لندخل سويا إلى المعرض ونتعرف على أهم المنتجات الموجودة فيه. نحن الآن في منصة المعروضات الخاصة بشركة سامسونج في معرض جايتكس 2014، وبين يدي الجهاز الذي ينتظره الكثيرون من شركة سامسونج هو جالاكسي نوت 4 الجديد. جالاكسي نوت 4 الجديد سوف يتم طرحه في الأسواق في 15 من أكتوبر، وسوف يأتي بمواصفات جديدة ولكنها ليست بهذا الفارق الكبير عن جهاز نوت 3 الذي تم إطلاقه العام الماضي. يأتي هذا الجهاز بشاشة 5.7 بوصة وكاميرا خلفية ب 16 ميجا بكسل، ولكن الجديد في هذا الجهاز أن لديه ماسح لبصمات الأصابع لحماية أكبر للبيانات. جهاز في الخدمة، هو بالفعل جهاز يخدم المواطنين. هذا الجهاز سوف يقوم نشره تدريجيا في دبي خلال عامين، وسيتم توزيع حوالي 30 جهازا منه في جميع أنحاء الإمارة. هذا الجهاز يمكننا من الاتصال مع موظف الخدمة في شرطة دبي مباشرة. جزء من الخدمات حتوفرها شرطة دبي، مثلا إمكانية إصدار شهادة براءة دم عن المخالفات المرورية، إمكانية التواصل مع موظفين خدمة العملاء في 901، إمكانية استعلام ودفع المخالفات المرورية، إمكانية إصدار أو طلب شهادة حسن سيرة وسلوك. لدى ديل جهاز جديد يماثل حجم ذاكرة الفلاش، يمكنه الاتصال بأي شاشة فيها منفذ HDMI. لدى السيد باسل مزيد من التفاصيل. أجدد جهاز بالعالم الكمبيوتر. الأشخاص بدوا يستخدموا كمبيوتر شخصي، بعدين انتقلوا إلى الكمبيوتر المحمول، بعدين نقلنا إلى الكمبيوتر اللوحي. اليوم لأول مرة عم نطلق جهاز الكلاود كونكت، ديل كلاود كونكت. هذا جهاز سحابي، ما في أي شيء أي بيانات عليه. هذا الجهاز حجمه صغير،
تشبكوا على اي على اي تلفزيون او مونيتور بالعالم، تلفزيون بالمطار، بالاوتيل، بالطياره، وين ما بتروح في تلفزيون تقدر تشبك هذا الجهاز على التلفزيون وبتستلم كمبيوترك تتواصل عليه من عبر الكيبورد، جهاز لوحي وجهاز الماوس الفاره، جهاز الفاره والكيبورد بيتصلوا على هذا الجهاز من عبر الوايرلس بلوتوث وبتسحب الكمبيوتر من السحاب. خيارات ومنتجات وحلول تكنولوجية لا محدودة جمعها لنا معرض زايتكس من أكثر من 150 دولة حول العالم، لذلك ليس عليك إلا القدوم والتعرف على هذا المعرض وانتقاء ما يلبي احتياجاتك. علي فتوح، CNBC عربية، دبي. هذا البرنامج برعاية SAP. شكرا للزميل علي فتوح، اليوم وجد مبتغاه في هذا في هذه التظاهرة الكبيرة. وشكر خاص ايضا للإديتر البارع حسين السيد، وضع لمساته اليوم الخاصة والتقنية في هذا التقرير، شكرا جزيلا. والشيك على بياض مش لعلي ولا لحسين، شيك لمدرب أتلتيكو مدريد لتدريب انتر ميلان الإيطالي، والزميل مع الزميل محمد سيف التفاصيل. أهلا بكم. يعتزم نادي انتر ميلان الإيطالي تقديم شيك على بياض للأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني من أجل التعاقد معه. وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإيطالية، فإن مالك النادي إريك ثوهير يفكر جديا في فسخ التعاقد مع المدرب الحالي والتر ماتزاري بعد هزيمتين ثقيلتين في الدوري الإيطالي. أكد البرتغالي خوسيه مورينيو مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي أنه رفض عرضين من بطل الدوري PSG لكرة القدم خلال الموسمين الماضيين. وكشف مورينيو عن أن نادي العاصمة الفرنسية عرض عليه منصب المدير الفني مرتين، الأولى قبل مجيء الإيطالي كارلو أنشيلوتي في شتاء عام 2011، والثانية بعد رحيل أنشيلوتي إلى ريال مدريد خلال صيف 2013. طالب نادي ريال مدريد الإسباني بتغيير عشب ملعب مولاي الحسن بالرباط، والذي سيتدرب عليه استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية بالمغرب نهاية العام الجاري. وأفاد مبعوثون من النادي الملكي أن العشب الصناعي بالملعب لا يتوافق مع الحد الأدنى لمواصفات الفيفا. شكرا لكم وإلى اللقاء. وشكرا للزميل محمد سيف، وشكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج، منتج هذه الجولة نور العنبقي ومخرجها عمرو البطارسة. إلى اللقاء.